قلنا لو في شخص عايزين نعرف هو بيفكر فينا ولا لا، في علامات ممكن توضح لنا حاجة زي كده. دي حلقة عملناها، هكون سايب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو في أول تعليق اللي عاوز إن هو يتفرج عليها. وعملنا حلقة تانية قريبة من يومين تقريبا أو امبارح، يعني من يوم، قلنا هل ده معناه إن الشخص عايز يرجع لك؟ وقلنا إن مش معناه إن هو بيفكر فيك وإن فعلا الشروط انطبقت وأصبح فعلا الشخص ده بيفكر فيك إن بالضروري يكون عايز يرجع لك. آه ممكن يكون بيفكر فيك، بس ممكن مش بالضروري إن هو يكون عايز يرجع لك. في حلقة النهاردة عايزين نعرف طيب إيه بقى العلامات لو هو عايز يرجع لك. هل في علامات؟ طبعا في علامات، وعلامات قوية جدا واضحة جدا، وهو ده موضوع حلقتنا. يعني الموضوع ده مقسم لثلاث حلقات. النهاردة لما نعمل الحلقة الثالثة دي يبقى احنا عملنا الثلاث أقسام بتوع الموضوع. ونصيحة أنصح أي حد عايز يفهم ويفهم قوي يسمع الحلقات كلها، يعني الحلقة دي والحلقتين التانيين اللي أنا هكون مثبت لكم رابطهم في أول تعليق وفي وصف الفيديو، اسمعوهم رجاء. وتعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا. يلا أهلا بأجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم وحشتوني جدا، بشكركم. النهاردة وصلنا ل 200,000، عيلتنا وصلت ل 200,000، وطبعا دي ثقة كبيرة قوي، انا بشكركم عليها بدعمكم. طبعا يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويضغط على زر الجرس عشان نفضل متواصلين مع بعض. طبعا في علامات لو انطبقت عليك هذكر بيها سريعا، يعرف ان الشخص ده بيفكر فيك زي ما انت بتفكر فيه، بل ممكن واكتر. اول حاجة ان تكون انت الشخص ده بيجي في بالك من غير ما انت تعمل مجهود، يعني تلقائيا كده بتلاقي نفسك عمال بتفكر في الشخص ده. تقوم من النوم لوحدك، تبقى قاعد في قعدة مع حد، تلاقيه يجي في بالك، هو مسيطر على تفكيرك، مش انت اللي عمال بتجيب في صوره وبتفتكر في مواقفه عشان تفتكره. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت يكون عندك دايما يقين ان انتوا مهما حصل هيجي يوم وهتلتقوا، هيجي يوم وهتجتمعوا. تالت علامة ان انت يكون تفكيرك فيه ايجابي اكتر من ان هو سلبي، يعني انت عمال بتفتكر له اشياء حلوة واشياء ايجابية اكتر من الاشياء الوحشة اللي عملها معاك. رابع علامة والاخيرة ان دايما في حنين كده، يعني انت عندك حنين غريب للشخص ده مهما حصل ولا ينقطع. طبعا انا عامل حلقة زي ما قلت في البداية كاملة وشرح فيهم كل حاجة من النقاط دي بالتفصيل، اديت اشارة كده عشان نذكر بعض ونبقى فاهمين الخط في الحلقة دي هيبقى ماشي ازاي. الحلقة التانية، هل لو ده حصل معناه ان الشخص عايز يرجع لي؟ لو ده حصل معناه ان الشخص بيفكر فيك، بس مش بالضروري يكون ان هو عايز يرجع لك، لان ممكن تكون ظروفه زي ما قلنا منعاه، عنده ظروف اجتماعية مادية مهنية منع ان هو يرجع لك. اذا مش معنى ان هو بيفكر فيك وان العلامات موجودة ان هو هيكون عايز يرجع لك. طيب حلقة النهاردة بقى المهمة، تعرف منين بقى ايه العلامات اللي تخليك تتأكد ان الشخص ده هيموت؟ شوف انا بقول لكم ايه، هيموت وعايز يرجع لك. الشروط دي تتحقق، الاربع شروط دول الاول هما جزء من حلقتنا يكونوا موجودين. اضف على هذا محاولة أو محاولات منه للتقرب منك. هتلاقيه بيحاول إن هو يكلمك، بيحاول إن هو يتواصل معك، بيحاول إن هو يلفت انتباهك، بيحاول إن هو يروح مكان عارف إن أنت ممكن تكون موجود فيه، بيحاول إن هو يقرب من حد صديق ليك، هتلاقيه بيحاول إن هو يقرب من حد صاحبك أو قريبك، هتلاقيه حتى بيراقبك ممكن على السوشيال ميديا، يخش يشوف الستوري بتاعتك، يخش على صفحتك، يشوف البوستات بتاعتك، مين علق لك، انت كتبت ايه. ما دي نوع من انواع المراقبة. كل دي محاولات على اختلاف اشكالها، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. اذا حصلت مع العلامات الاولى اللي احنا قلناها يبقى الشخص ده مش عايز يرجع لك، ده هيموت وعايز يرجع لك، ده بيمني النفس ان هو يرجع لك. بس مش تكون العلامات دي بس اللي بتحصل، الاربع علامات اللي احنا قلنا عليهم، ويا ريت تسمعوا الحلقتين، والله المواضيع دي مهمة قوي لما نتكلم في حاجة زي دي عشان تقدروا الصورة تبقى واضحة كاملة قدامكم. وانت عليك دور بقى، لو انت عايز الشخص ده، ممكن الشخص ده يكون خجول، ممكن يكون خايف من رد فعلك، كل اللي عليك ان انت تشجعه.
بشكل مباشر او غير مباشر، ده لو انت عايزه وعايزه يرجع. حاول ان انت تديله ايحاء بالشجاعة، حاول ان انت ما تقفلش الابواب قدامه. اختصار الموضوع سهل جدا واضح جدا، واحنا وضحناه بمنتهى السلاسة، وما انتش محتاج ان انت تقعد تعصر في مخك وتفكيرك كتير عشان توصل للحقيقة. خلاص وضحنا. لو حد، وزي ما قلت الحلقة دي من الحلقات المهمة جدا، انا برد في الحلقات دي على الاسئلة اللي ما بقدرش عشان عدد الرسائل الكتير ارد عليها، سواء على الانستجرام او حتى في التعليقات او على صفحتنا على الفيسبوك، فبعمل لكم حلقات شاملة هي عشان ارد على اصدقائي وحبايبي طبعا اللي بيسألوني باستمرار. حلقة زي دي هتكون مفيدة، دوسوا لايك رجاء عشان توصل لاكبر قدر من اصدقائنا، واكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. ويلا بقى، تصبحوا على خير.